السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وصلنا إلى الحديث عن فترة التيه، كيف دخل بنو إسرائيل إلى صحراء سيناء والمواقف التي حصلت خلال هذه الفترة. تحدثنا عن عبادة العجل وعن نطق الجبل وعن إرسال الجواسيس إلى آخره. ما أريد أن أنوه إليه هنا أننا لا نسرد سردا تاريخيا، المعنيون نحن هنا ليس بالسرد التاريخي التفصيلي لتاريخ بني إسرائيل، وليس همنا أيضا مقارنة الأديان ولا تفنيد الدين اليهودي أو غيره ولا الحديث عن هذه الأمور. الذي يهمنا في هذه اللقاءات أن نتحدث عن أهم العقائد والأحداث التي أثرت عبر التاريخ في تشكيل العقلية الإسرائيلية حتى وصلت إلى ما نراه اليوم. هذا يفيدنا في فهمها، في التعامل معها. إذا نحن لسنا هنا باحثين في شؤون الأديان ولسنا مؤرخين، نحن نتحدث عن هذه المحطات حتى نعرف بشكل مبسط من أين جاء هؤلاء القوم وما الذي حدث معهم. اسمحوا لي أيضا أن أعلق على أمر انتشر في الأيام الأخيرة، خاصة بعد اتفاق التطبيعي بين الإمارات و إسرائيل. ظهر بعض الصهاينة العرب الذين يحاولون أن يعطوا هذا التطبيع تأصيلا دينيا، وحاولوا أن يقتطعوا بعض الآيات من القرآن الكريم، حاولوا لي أعناق الآيات كي تخدم أسيادهم وكي تخدم باطلهم. ونريد هنا أن نقول أن هؤلاء بالإضافة إلى أنهم اقتطعوا آيات وتركوا آيات أخرى، هم نسوا أو تناسوا نقاطا مهمة كبرى. النقطة الأولى أن اليهود لا يريدون أرض فلسطين وحدها. اليهود يتحدثون أن الله أعطاهم أرض كنعان. أرض كنعان تشمل فلسطين، تشمل أجزاء كبيرة من مصر، الأردن، سوريا، حتى مشارف دمشق، وأيضا تصل في بعض المناطق إلى الحدود الجنوبية لتركيا، لبنان، وحتى جزيرة قبرص. هذه هي أرض كنعان التي يتحدث اليهود أن الله أعطاها لهم. فالذين يروجون لهذه الفكرة يعني الخطورة هنا أن الحديث ليس عن فلسطين وحدها، وإنما عن كل هذه البلاد. هم يخدمون الأطماع التوسعية للإسرائيليين في هذه البلاد جميعا. نقطة ثانية مهمة وهي تأصيل ديني لهذه القضية، أن ميراث الأنبياء لا ينتقل بالتوارث البيولوجي وينتقل في العشيرة. ميراث الأنبياء في النبوة وغيرها وكل ما أعطى الله الأنبياء ينتقل للمؤمنين، لأتباع هذه الرسالات. والله الذي أرسل الرسالة لموسى والأنبياء من بعده ختم هذه الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ومكمل رسالاتهم ووريثهم جميعا. لذلك فالميراث انتقل للمؤمنين من بعد المؤمنون الذين كانوا بني إسرائيل، أورثوا كل شيء مادي ومعنوي إلى المؤمنين من بعدهم، إلى المؤمنين بالله، ليس الذين غضب الله عليهم. الله الذي أعطى هذه الحقوق للمؤمنين من بني إسرائيل هو الذي غضب على العصاة منهم، وهو الذي حرمهم، وهو الذي شتتهم في الأرض، وهو الذي حرم عليهم دخول الأرض المقدسة، ونقل هذا الميراث من إسحاق عليه السلام إلى إسماعيل عليه السلام، من نسل هذا إلى نسل ذاك. فالذي أعطى الحق الأول هو الذي يملك أن ينزعه وينقله إلى غيرهم. فلا يمكنك أن تؤمن ابتداء بأن الله أعطاهم شيء ثم تنكر أن الله غضب عليهم وحرمه عليهم لجحودهم ونكرانهم، وهذا وارد في كتبهم المقدسة. اليوم سنتحدث عن كتبهم المقدسة. ما هي الكتب المقدسة لدى اليهود؟ هذا أمر غاية في التعقيد. يعني عند المسلمين هنالك كتاب واحد، عند المسيحيون عندهم الإنجيل، وأيضا الجزء الأول هو العهد القديم وهو التوراة، التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، وهي التي يسميها المسيحيون على العهد القديم أو أسفار موسى الخمسة. نريد أن نتحدث بشكل مبسط عن هذه التركيبة المعقدة من الكتب المقدسة التي يؤمن بها اليهود. عندنا يعني
صنفان أو جزئان هامان ومركزيان. الجزء الأول هو التناخ. هذا التناخ يحتوي على ثلاثة كتب: التوراة والأنبياء والمخطوطات. هذا التناخ عندهم، وهو يسمى المكراء. عندهم أيضا التوراة الشفوية والتي تحتوي على المشناة والتلمود البابلي والمقدسي وتراث كهنيم. سنبدأ بالحديث عن هذه الكتب ونعرض صورها ونشرح عنها، وكل كتاب فيها من عن ماذا يتحدث ومن ماذا يتكون. نبدأ الحديث عن التناخ. إذا كما قلنا، كلمة تناخ هي اختصار لثلاث كلمات: تورا، نفئيم، اختوفيم. التوراة، الأنبياء، والمكتوبات أو المخطوطات. هذه هي الثلاث كتب. هذه الثلاث الكتب الثلاثة تتفاوت في قدسيتها بتفاوت اتصالها بالوحي. أقدس شيء هو التوراة، وهي التي أنزلها الله إلى أوحاها الله إلى موسى مباشرة. الثاني في القدسية هو الأنبياء، وهي الأمور التي أوحى الله بها للأنبياء من بعد موسى، الأنبياء الذين جاءوا أنبياء بني إسرائيل بعد موسى. هذا الجزء الثاني، الأنبياء أيضا هو كتاب جاء بالوحي. أنا أتحدث حسب ما يؤمن بني إسرائيل بغض النظر أين دخل التحريف وأين دخل التزوير. الجزء الثالث الأقل قداسة من الأجزاء السابقة هو المخطوطات. هذه المخطوطات ليس بالضرورة أن تكون نزلت مباشرة من الوحي من السماء إلى الأنبياء مباشرة، وكتبها أشخاص ليسوا بالضرورة أنبياء، وإنما يعني يقولون أنه في روح الوحي. هذه الدرجات الثلاث في القدسية: التوراة نزلت بالكامل على موسى عليه السلام بالوحي، الأنبياء هي نزلت على الأنبياء من بعد موسى أيضا بالوحي، والمخطوطات أمور بروح الوحي وليس شرطا أن تكون نزلت على الأنبياء من السماء مباشرة. هذه الثلاثة تشكل التناخ. هذه الثلاثة، نعرض صورة التناخ مرة أخرى. هذه الثلاثة أجزاء هي التناخ. إذا قلنا التوراة أكثرها قداسة، وهي التي يؤمن بها المسيحيون، أيضا يسمونها العهد القديم أو خمسة أسفار موسى. الآن لنتحدث عن هذه الأسفار الخمسة التي تكون التوراة، الأسفار الخمسة التي نزلت على موسى. وبالمناسبة كلمة سفر تعني كتاب، فهذه الكتب الخمسة أو الأسفار الخمسة إن شئتم، وأيضا ورودها في القرآن الكريم أعتقد ورد بنفس المعنى، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار هي الكتب، وسفر هنا باللغة العبرية تعني الكتاب. السفر الأول في هذه الأسفار الخمسة هو سفر برأشيت أو سفر التكوين باللغة العربية. سفر التكوين هو أول أسفار التوراة، وهو يسرد الأحداث منذ بدء الخليقة، منذ بدء خلق الكون وخلق آدم حتى وفاة يوسف عليه السلام في مصر. وهذا سفر التكوين مكون من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو خلق الكون وبدء التاريخ البشري، وهنا قلنا أنه مليء بالمغالطات التي تخالف المنطق العلمي والروايات التاريخية السليمة. يعني مثلا يقولون أن عمر الكون الآن، كل الكون عمره 5780 عاما، وهذا مخالف لكل المنطق العلمي. يعني أصغر دارس للفلك وعلوم الفضاء والجيولوجيا، أصغر حجر لو أخذت أي حجر ويعني بحثت عن عمره الافتراضي، لو أدخلته إلى مختبر مختص لكان عمره عشرات ربما مئات أو ملايين السنين. فلا يمكن أن يكون كتاب منزل من الخالق ويحتوي على مغالطات علمية. لذلك قلنا أن الركن الأول في العقلية الإسرائيلية أنها لا تخضع للمنطق العلمي وتتصادم معه. حتى العلوم الطبيعية، لا نتحدث فقط عن أمور الأديان والحقوق التاريخية والخلافات السياسية، نتحدث عن العلوم الطبيعية
هي تتعارض مع هذه العقلية ومع أسس العقيدة عندهم. إذن الجزء الأول من سفر التكوين يتحدث عن خلق الكون وبدء التاريخ البشري، الجزء الثاني يتحدث عن الآباء وفيه قصص الآباء والأمهات الذين تحدثنا عنهم في بداية لقاءاتنا، قصص إبراهيم عليه السلام، إسحاق ويعقوب عليهم السلام جميعا. الجزء الثالث هو فقط قصة يوسف، قصة يوسف عليه السلام. السفر الثاني في التوراة هو سفر الخروج باللغة العبرية شيموت. سفر الخروج يروي تاريخ بني إسرائيل خلال فترة الاستعباد داخل مصر والخروج منها مع موسى عليه السلام والتيه في صحراء سيناء، بالإضافة لتكليم موسى تكليم الله لموسى وإعطائه الألواح أو التوراة، وينتهي بخطيئة العجل عندما عبدوا العجل، تحدثنا في اللقاء السابق عن عبادة العجل، وينتهي سفر الخروج ببناء البيت الأول للعبادة وهو المشكان. المشكان سنتحدث عنه بالتفصيل لاحقا. إذن سفر الخروج يبدأ باستعباد بني إسرائيل في مصر، الخروج من هناك والأحداث التي حدثت داخل خلال فترة التيه، مرورا بعبادة العجل وانتهاء ببناء المسكن المشكان، المسكن بيت العبادة الأول الذي بناه موسى عليه السلام في سيناء طبعا. السفر الثالث من أسفار التوراة الخمسة هو سفر اللاويين، فيكرا باللغة العبرية. هذا الكتاب، هذا السفر هو فقه خالص، يعني يتحدث أيضا عن الأحكام. هو له اسم آخر اسمه توراة كهانيم، أي توراة الكهنة، لأنه يتحدث عن أحكام القرابين وأعمال الكهنة داخل المسكن أو داخل مكان الصلاة، الأحكام الفقهية للكهان الذين يعملون داخل بيت الصلاة داخل المسكن، ويتحدث عن أحكام الأغذية المحرمة وعن أحكام السبت وأحكام القداسة والطهارة وقضايا فقهية أخرى. عندما نتحدث عن أحكام الأغذية المحرمة نتحدث هنا عن تشديد كبير جدا جدا يمارسه اليهود بحق أنفسهم، تشديد في كل شيء. يعني هذا أساس مهم في العقلية الإسرائيلية، هو موضوع التشديد والبحث في تفاصيل التفاصيل والمراوغة. يعني تعرفون قصة البقرة في القرآن، اذبحوا بقرة، أي بقرة، بدأوا يراوغون حتى شدد الله عليهم. من أحكام السبت أيضا قضية التحايل، التحايل الذي يلجؤون إليه في قضية السبت على قضية الصيد، هذه كلها سنأتيها بالتفصيل. الآن نسرد سردا سريعا حتى لا نتوه، نتحدث في جزئية الكتب المقدسة وإن شاء الله نأتي على كل واحدة فيها بالتفصيل. ولكن هنا عندما نتحدث عن كيف أن هذه الموروثات العقدية الدينية أورثتهم التشدد والتعقيد في التفاصيل، هذا ينعكس على سلوكهم الحالي. لو أخذنا مثالا بسيطا من السلوك السياسي الحديث لإسرائيل، نأخذ مثلا اتفاقية باريس الثانية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية. هل تعرفون أن هذه الاتفاقية تحدد للسلطة الفلسطينية كل شيء تستورده من الخارج بالصنف والعدد، حتى أعداد الأشياء المستخدمة الآنية، حتى أعداد الملاعق؟ وهذه كلمة الملاعق تذكرني بقصة تشديد أخرى عندهم، وتربطها أيضا بغياب المنطق. يعني داخل المعتقلات الإسرائيلية كانوا يمنعون علينا أن نستخدم الملاعق الصغيرة، الملعقة الكبيرة مسموحة والملعقة الصغيرة ممنوعة. لماذا؟ لا أحد يدري، ولكن الذي يعرف أن العقلية الإسرائيلية مغرمة بالتعقيد والبحث في التفاصيل ومناقضة للمنطق العلمي لا يستغرب من ذلك شيء. نكمل بعد الفاصل إن شاء الله.
أهلا بعودتكم. إذن لننظم الأمور ونبسطها، نتحدث عن الجزء الأول من الكتب المقدسة المسمى المكراء، الأشياء التي مكتوبة منذ القدم، وهي الجزء الأول هو هذا التناخ، التوراة والأنبياء والمخطوطات. تحدثنا عن أول ثلاثة أسفار في التوراة، نكمل الآن، تحدثنا عن التكوين والخروج واللاويين، الآن نتحدث عن سفر العدد بمدبار، يعتبر تتمة للكتاب الثاني الذي هو الخروج، ويتحدث عن التيه في الصحراء حتى دخول أرض كنعان. قلنا قبل قليل أرض كنعان في حدودها التوراتية، فلسطين، أجزاء كبيرة من مصر، أجزاء كبيرة من الأردن وسوريا ولبنان وحتى حدود قبرص. وهناك أيضا في هذا السفر، سفر العدد بمدبار، هناك أيضا أحكام فقهية تتعلق بالقرابين وميراث الأبناء وأحكام أخرى. السفر الخامس والأخير في أسفار التوراة هو دفريم، سفر التثنية، أو يسمى بالمسيحية إعادة الناموس. في هذا السفر يعيد موسى عليه السلام رواية تاريخ بني إسرائيل بشكل موجز، رواية تاريخ بني إسرائيل داخل التيه، وهو يحتوي أيضا على تكرار للقوانين التي نقلها موسى عن الله لبني إسرائيل. وفي نهاية السفر يتحدث عن وفاة موسى عليه السلام وكل تفاصيل الوفاة. وهنا السؤال، إذا كانت التوراة نزلت على موسى، فكيف يروي كيف مات؟ كيف يروي وفاة نفسه؟ هذا سؤال يثبت أن التوراة تعرضت للتحريف. يعني موسى عليه السلام يروي لهم تاريخ بني إسرائيل بما في ذلك وفاة موسى نفسه، هذا شيء أعتقد أنه مستبعد. الجزء الأول من التناخ هو التوراة بأسفاره الخمسة، هذا نزل على موسى عليه السلام، الجزء الأول الأشد قداسة. الجزء الثاني والثاني في القداسة هو الأنبياء، وهو الذي كان بوحي من الله لأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، هو الثاني في قدسيته بعد التوراة، ويتحدث عن تاريخ بني إسرائيل بعد دخول الأرض المقدسة، وينقسم إلى قسمان. القسم الأول هو كتاب الأنبياء الأوائل، والقسم الثاني كتاب الأنبياء المتأخرين. في هذه الصورة، هذه صورة لكتاب الأنبياء الأوائل، والأنبياء الأوائل يحتوي على خمسة أسفار أو خمسة أنبياء، قصص خمسة أنبياء، الوحي الذي نزل على هؤلاء الأنبياء الخمسة، يوشع، وهذا السفر الأول، الثاني القضاء، الثالث أشمؤل، الرابع الملوك. وبالمناسبة عندما نقول الملوك فهم يعنون بذلك أيضا داود وسليمان عليهما السلام، فهم لا يعتبرونهم أنبياء وإنما يعتبرونهم ملوكا، لأن بني إسرائيل لا يدينون لنبوة ولا يخضعون لنبي، لا يدينون لسلطان المعرفة وإنما لسلطان القوة. فهؤلاء الذين حكموا بني إسرائيل ملوك وليسوا أنبياء في عقيدتهم وفي تفكيرهم. وأخيرا يحتوي الأنبياء، السفر الخامس في الأنبياء، على سفر يشعياهو. في هذه الصورة هذا الأنبياء المتأخرين، وهو يحتوي على ثلاثة أسفار. إذن الأنبياء ككل فيه ثمانية أسفار، خمسة في الأنبياء المتقدمين الأوائل، وثلاثة في الأسفار في الأنبياء المتأخرين. السفر الأول يرمياهو، الثاني يحزكيل، والثالث اسمه الدزينة أو الاثني عشر التريسار. ولماذا اسمه كذلك؟ لأنه يحتوي على اثني عشر قصة قصيرة لأنبياء وردت بشكل سريع، وكي لا تضيع هذه القصص القصيرة بين هذا الزخم الكبير من الأشياء المكتوبة، جمعت في سفر واحد وسميت تريسار أو الدزينة أو الاثني عشر، لأن فيها اثني عشر قصة لنبي. ننتقل الآن للجزء الثالث، هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث هو المخطوطات، وهذه المخطوطات كتبها أشخاص ليسوا أنبياء لكنها بروح الوحي. كيف يفسر ذلك؟ لا أعرف،
ولكن هكذا في الاعتقاد اليهودي، أن هذا الجزء من التناخ، الجزء الثالث من التناخ، كتبه أشخاص هم أتباع هؤلاء الأنبياء بروح الوحي، منسجمة مع ما جاء به الوحي. وهذه المخطوطات فيها 11 سفراً، نشاهد صورتها الآن، صورة المخطوطات اختوفيم باللغة العبرية، تحتوي على 11 سفر يتم تقسيمها إلى عدة مجموعات. المجموعة الأولى هي مجموعة الكتب الشعرية، وفيها أسفار المزامير والأمثال مشاليم وسفر أيوب أو سفر أيوب قصة أيوب. الجزء الثاني هي المخطوطات، وهي سفر نشيد الأنشاد، طبعا لا تلتبس مع المخطوطات الأولى مع الاختوفيم، هذه داخل ليست العنوان العام، هذه جزء من المخطوطات بشكل عام. يعني عندنا قسم عام اسمه المخطوطات، وداخله هناك تفريعة اسمها أيضا المخطوطات. هذه تحتوي على سفر نشيد الأنشاد شير هشيريم، وسفر رعوث، وسفر مراثي إرميا، وسفر الجامعة، وسفر إستر. هناك الجزء الثالث كتب إضافية مختلفة، هي أو كتابان، سفر دانيال وسفر عزرا. هذه هي الأسفار التي تكون المخطوطات بشكل عام. التناخ ثلاثة أجزاء، عند كتب المقدسة قسمان رئيسيان، القسم الأول تناخ، التناخ ثلاثة مكونات، توراة ونفئيم وكتوفيم، توراة وأنبياء ومخطوطات، تمام؟ هذه تسمى المكرا، هذه منذ الأبد، منذ البداية كانت مكتوبة. هناك التوراة الشفهية، الجزء الثاني الذي سنتحدث عنه الآن. هذه التوراة الشفهية لم تكن مكتوبة، لم تكن موجودة على رقع جلد أو إلى آخره، كانت يتناقلونها من جيل لجيل مشافهة، إلى أن وصلنا إلى السنة الميلادية 220، عندما جاء يهوداها نسي، الذي أقول في العادة أنه هو مؤلف الدين اليهودي الذي نعرفه كما هو الآن، وجمع هذه التوراة الشفهية ووضعها في الكتاب. إذن هذه التوراة الشفهية، ما هي التوراة الشفهية؟ التوراة الشفهية هي الآن مكتوبة، ولكن بقيت حتى سنة 220 هجري ميلادي تنقل مشافهة، لذلك أخذت اسمها التوراة الشفهية، الآن أصبحت مكتوبة. التوراة الشفهية هي التفاسير التي كتبها الحاخامات للتوراة بشكل خاص، ولبقية التناخ الأنبياء والمخطوطات بشكل عام. هي تفاسير الحاخامات، وتحتوي أيضا على أحكام فقهية استجدت بعد الأنبياء، أحكام فقهية استجدت بعد فترة الأنبياء، كانت يتناقلونها مشافهة، ثم جاء يهوداها نسي 220 ميلادي ووضعها على الورق وكتبها. هذه التوراة جمعت كي لا تضيع، وهي عمليا كانت ضائعة خاصة في فترة السبي في بابل. هذه التوراة الشفهية عدة أقسام. القسم الأول المشناة، معلش أنا أعرف أنني يعني ربما توهتكم، ولكن هذه هي عقائدهم. يعني تخيلوا إذا كانت في الكتاب المقدس عندهم بكل هذا التعقيد والتفصيل، فكيف تريدون أن نفهم عقليتهم بشكل بسيط ونتعامل معهم بكل هذه البساطة؟ يجب أن نفهمهم كما هم. التوراة الشفهية مقسمة إلى المشناة، صورتها أمامكم، وهي عبارة عن مجموعة من القوانين والأحكام التي تم تناقلها شفاهية حتى كتابتها بيد يهوداه هنسي. هنسي يعني الرئيس، هو أهم حاخام في التاريخ اليهودي على الإطلاق، وهو برأيي يعني يوحنا بولس اليهودية أو مؤلف الدين اليهودي كما نعرفه. هذا كان في سنة 220 ميلادي، وهي مبوبة، هذه المشناة مبوبة في مجالات الحياة، يعني كتاب فقه، الأعياد، الزواج، الزراعة، أحكام الزراعة، القضاء إلى آخره. هذا يهوداه نسي الذي ولد في 135 هجري ومات تقريبا 230 آسف ميلادي، ولد 135 ميلادي ومات 230 ميلادي تقريبا، عاش خلال فترة حكم أدريانوس. هذا أدريانوس، هذا القيصر الروماني، أصدر قرارات مناهضة لليهود بعد تمرد
بار كوخفا اليهودي تمرد ضد روما، حصل تمرد حسب الرواية الإسرائيلية، فهذا أدريانوس أصدر أحكاما مضادة لليهود شملت منع إقامة الشعائر اليهودية حتى الختان، ممنوع اليهود يقيموا شعائر، هذا حتى أيضا السبت ممنوع أن يقيموا أي شعائر مقدسة، أحكام أدريانوس معروفة في التاريخ. هذا يهوداه نسي كان ابن بيت عند أدريانوس، كان مقربا جدا من البلاط وتربطه به علاقات عظيمة، كيف ينسجم ذلك مع الأحكام التي صدرت لا أعرف. ما أعرفه أن هذا يهوداه نسي كان فاحش الثراء، رغم أن جل اليهود كانوا من أشد الفقراء في المنطقة حسب ما ترويه الروايات الإسرائيلية. هذا يهوداه نسي كان فاحش الثراء، وكان على علاقات وثيقة جدا بأدريانوس وبالبلاط الروماني. وهنا أعود لأؤكد لكم أنهم لا يخضعون حتى دينيا إلا للمتمكن من القوة المالية والمادية. الجزء الثاني عندنا المشناة، الجزء الثاني من التوراة الشفهية هما التلمودين، والتلمود ليس تلمود واحد، عندهم تلمودين، عندهم التلمود البابلي وعندهم التلمود المقدسي. كلمة تلمود تعني التعاليم المقدسة، وهي التي تحكمهم وليس التوراة ولا الأنبياء والمخطوطات، ليس التناخ، هم يلجؤون إلى التلمود لأنه هو الذي فسر وشرح وحور واستنبط الأحكام من التوراة و يعني بسطها للناس، فهم الآن يتبعون التلمود ولا يتبعون التوراة في الأحكام التعاملات والأحكام الشرعية والفقهية وما إلى ذلك. هذه التلمودين، هذا التلمود البابلي والمقدسي، هي عبارة عن كتب تشمل الحوارات التي دارت بين الحاخامات حول المشناة بين القرن الثالث والخامس الميلادي. قلنا المشناة هي الأحكام والقوانين التي تم تناقلها شفويا، وهي التي تستنبط الأحكام من التوراة. هذا التلمود جاء كنتيجة لحوارات دارت بين حاخامات اليهود لناقشوا هذه المشناة وأخرجوا منها أحكاما جديدة. وبالمناسبة هنالك يعني تضاد كبير في أحكام التلمود البابلي والتلمود المقدسي، لا يوجد انسجام، هناك اختلاف كبير جدا، حتى في القضية الواحدة تجدون أحكاما متناقضة. وبقي الخلاف بين اليهود مستمرا حول أي التلمودين يأخذوا، التلمود البابلي عفوا أو التلمود المقدسي، التلمود البابلي الذي وضعه الحاخامات أثناء سبي بابل أو التلمود المقدسي الذي وضعه الحاخامات الذين كانوا موجودين في فلسطين، في القدس تحديدا وبعض المدن الأخرى. ولكن الذي حسم الخلاف حديثا فقط في القرن الثاني عشر الميلادي، الذي حسم هذا الخلاف هو الحاخام موشي بن ميمون الملقب بالنسر الأكبر والمولود في قرطبة سنة 1138، هو الذي حسم هذا الخلاف وأصبح الاعتماد على التلمود البابلي فقط والتلمود المقدسي وكأنه غير موجود. الجزء الثالث والأخير من التوراة الشفهية هو مدرشي هلخا. مدرشي هلخا هذه زي يعني أشبه بكتب فتاوى مختلفة لحاخامات متنوعين، ويعني هي تشمل آراء الحاخامات حول أصول الفقه وكيفية استنباط الأحكام الشرعية من التوراة وربطها بالحكم الفقهي. هذه إذن هي كتب اليهود، المكرا أو التناخ الذي يحتوي على الكتب المقدسة الثلاث، التوراة والأنبياء والمخطوطات، ثم التوراة الشفهية التي تحتوي على المشناة والتلمودين وعلى مدرشي هلخا. ومرة أخرى نذكر أن كل شيء قبل يهوداه نسي عبارة عن ظلام في التاريخ الديني اليهودي، لا أحد يعرف ماذا كانت الأمور قبل يهوداه نسي، ولا أحد عنده مخطوطات أو شيء يدل أن هذا هو التوراة الحقيقية. يهوداه نسي في سنة 220 ميلادي هو الذي قام بتأليف الدين اليهودي الذي نعرفه.
إلى أن ألقاكم في اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، أذكركم بإمكانية التواصل معي على وسائل التواصل الاجتماعي وإمكانية مشاهدة الحلقات جميعا على قناتي على اليوتيوب، راجيا أن تعملوا سبسكرايب وشير لتعم الفائدة. السلام عليكم.